السلام عليكم يا شباب، أنا أرحب بكم مرة ثانية، وخاصة يعني أن الحكومة كاملة اليوم ونحن هدفنا واحد، وكلكم ما شاء الله ما قصرتوا. الأخ عبد الرحمن العويس شرح عن الصحة. ما في شك طويل العمر تجربة الإمارات فيما يتعلق بموضوع التعقيم الصحي وتجربة حد الحركة لاقت تجاوب أكثر من ممتاز طويل العمر على مستوى داخل الدولة، سواء على مستوى المقيمين أو مستوى المواطنين. الأخ علي حماد، نريد نسمع قطاع الهوية والجنسية وبخصوص التأشيرات والتسهيلات. توجيهات القيادة الرشيدة طويل العمر وبلفتة إنسانية كريمة، تم إعفاء طويل العمر هؤلاء الذين انتهت تأشيراتهم ومقاماتهم من رسوم التأشيرة طويل العمر. الأخ سلطان المنصوري، شو الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي؟ وزارة الاقتصاد شكلت 7 فرق رئيسية، من ضمنها فرق مختصة بالسياحة والطيران، منافذ البيع والتجزئة، نركز على المواردين والأغذية، حماية المستهلك خلال هذه الفترة، والرقابة على الأسواق أيضا مهمة جدا، التجارة الخارجية، وأيضا الشحن كون أحد المكونات الرئيسية في التبادل التجاري. الآن الأخ سهيل المزروعي عن خطتكم مصانع الأدوية والأغذية. الكثير طويل العمر من المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية قدرنا أن نوفرها من مصانعنا. الله حافظكم، مشكورين.